في الحصة تاعنا موفي نشوفه جميع الكوارث، مي كارثة كيما هادي عمري ما شفتها. لو كان نقولكم باللي كاين ناس في بلدية سطوالي ساكنين داخل حاشاكم ديبو تاع مشروبات كحولية، بين قوسين ديبو تاع شراب، وي وين يخزنوا المشروبات الكحولية. فريمون راح نشوفوا حاجة توجع القلب، تبعونا وشوفوا. أو حاشاكم لي زيكو. اشوف نروح تشوف لافوس. هادي وشنو؟ لافوس حاشاك تاع طوالات تاع الشتاء تاع كلش. المهم راهي غامقة. معندناش قاع وين نلعبو، معندناش قاع الشوف عمو. لو كان نخرجو نطيحو منايا، ما نقدروش كيفاه نلعبو. كي نخرجو نطيحو. كما قلنا لكم بلي هادوما ديبوات تاع مشروبات كحولية، مخزن. هاولي هنا باش تفهم. هادايا هاد المخزن هذا اللي راكم تشوفوا فيه هنا في بريجة، ديروا في بالكم بلي كاين ناس عائلة ساكنة داخل المخزن هذا تاع الديبو. يعني هنا كاع تبوزي لا كيسيون، كاع تقول لي كيفاش يتنفسوا وراه التهوية يا ودي والداخل خاشي كامل. ما عليناش، اروحوا تشوفوا معنا. السلام عليكم. المهم وين شفتوني دوكا برا؟ وين رانينا هنايا؟ فوالا كيفاش نتهوي اني والو. عاود هنايا باش تكون عندكم يونيدي. حبيت برك نوريكم وين كنت برا وين كنت الداخل. هذه وراك واقف لابورت، راني حافرها. هذه لافورس كومبلي، راك تشوف حتى لهنا يا شوف. بعد وراك تشوف بيت بنسيم، هذه كاع لافورس حفرها هنا 5 متر. صح فهمني دوكا، ما عندكمش كوندويت والو. ما كاش ميت، ما كاش، ما عادش وين نرمو، ما كاش. اكتب عين ابي، شوف خويا ابي، شوف طب ناس عارف يعمر الشهر. راك معايا انت يا عطي قلبك. هذه يا خويا تعيش هكذا. شوف وليدي قد منه يا خويا، عمرو عامين. عبك باش ندير باش نفيديوها نكريو بومبا بها بالتيوك معايا، خرجوا حتى لبرا معايا حتى لبرا باش نفيديوها. رانا كل دوما نفيديوها. الحاجة واش تقدري تقولي لي؟ رانا راك تشوف الحالة اللي رانا فيها، حاشك تواليت هاو يخرج خماج قدامكم. وشوف راك تشوف لي فوست، شوفي رانا عايشين في الليل ما نقدرش نقدم ناموس. وكي تصب شتا الحاجة؟ كي تصب شتا نديرو باسينات ونخرجو. دي فوات السوري الحق حتى لهيه، حتى نعيط كاع لجيراني هكذا نقول لهم روحوا تشوفوا. يجيو جيراني يسيبوا الماء هنا وصل لي هنايا، وما كاش حتى الماء وين يروح. الكاميون اللي يجي باش زعما نكريوه بدراهمنا اللي يجي ما عندوش الميتراج تاع التويوات باش يخرجنا. ورانا هكذا الشتا ندعيو ربي. انت شت واحد ابي يدعي ربي باش ما طيحش الشتا في الليل. رانك شغلنا كفروا على جن خافوا هكذا على ولادنا. وراك تشوف لي زيسكالي كيفاش دايرين، يموت لك واحد هنا ما عندك فاش طلعوا. ابي الله ينك يا ابليس يا ابي، خافوا ربي فينا يا اخو. المهم كما نقولوا احنا ما علينا، يشوفوا صوت وصوره. راك فاهمني ابي، راني نشوف ريو يا اخو. تيشتا نموت وخمو على هذو، ماناش خمو على عباد كبار، هذو خلاص هذو كبروا، خمو على هذو الملائكه يا اخو. ابي لا ما عندهمش ولادهم يا اخو، ما في الدار هذيك حاجه واحده اخرى يا اخو. ما كان والو يا اخو، تجيش تنسوفريو، تجي الصيف تسوفريو، الطومبات الحنوجة ابي ما نحكي لكش يا اخو، اقسم بالله يا ابي ما نرقدو، لي كامل ما نرقدو ابي، الباع لي كامل الشتا غنعس غير وقتها تحمل علينا، باسكو ما عندناش ابي. راك تشوف زيكو يا اخو كيفاش داير، هذه ابي كي طيح الشتا، تشوف كيف من السما طيح ابي، ما عندهاش وين تروح يا ابي، كون عندنا وين تروح معليش يا اخو، تشوف نصبرو معليش، يا ابي ما عندناش وين تروح يا اخو. رانا مباصين في هذه ابي، نحلو في الناس، نجرو لاخر منا، راك تشوف يا ابي الحالة اللي فيها يا اخو. رانا نسوفريو يا ابي هنا، عبك بلي ربي ربي، احنا رانا في عالم ثاني هنا واحد اخر، رانا تحت الارض، شتا عالم ثاني، رانا في عالم ثاني هنا واحد اخر ابي، احنا كي نخرجوا لبرا نشوفوا الناس عايشين والناس ساكنة وكاع، حاجة واحدة أخرى يا اخو، نجوا هنايا العشية ابي، تكره باش تدخل هنا، تعيا كاع يا اخو.
شوف هنا ديروا في بالكم باللي الناس ساكنين هنا يعني اي حركه كلش يهبط كلش يريب بهم. خلونا ندخلوا شوف. اولو لو شوف 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 جوني شوف شوف جوني شوف ساكنين شوف شوف يا اخو كريت اروح شوف. السلام عليكم. هذه يا كوزينة هنا ومن الناس صالون صاحبي. هذه كوزينة. ها كوزينة وهذا صالون. الحاجة واش تقدري تقولي على الكاميرا ها ملي كهضري واش واش في قلبك قولي واش نقولوا نقولوا حسبي الله ونعم الوكيل. هاش ما كاش هضره اكثر معايا. كبرت بلا وقت وليدي راح للحبس غير كيرقد بالداله بشهود جارنا يرقدوا بالدار. بنتي مرضت الميكرو في رجلها من ترفد الحمار ها يحجر ها شوف يحجر الحمار دوك نجيب له بالفرطوار باش اقسم بالله هذا مخلط زيكو هذا زيكو اقسم بالله باش تعرف باش تفهموا هذا زيكو مانيش نهضروا باللي حاجه تاع كذب ولا شوفوا هذا يلي بالكيما قلت راه بالكونسير خلى الميكرو في صدرها واش واش نقول لك هذه حسبي الله ونعمل ونعم الوكيل هاي دار شو هذه مشقوقه خلص بنتي ولاد خمسه خلص هذه مشقوقه هاو الرابع الشق منا احنا نطالبوا ماشي نطالبوا نطالبوا بالرئيس يسمعنا بالرئيس يسمع لنا ماذا بيه يشوف شوف حالتنا ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يشوفها نشوف يشوف حالتنا واش راه صاير. المهم طواليت كوليكتيف اروح شوينا من يرقدوا هنا يرقدوا داخل مخزن تاع نعاود ونكرر راني غير نكرر مخزن وين كانوا يستوكيو المشروبات الكحوليه بين قوسين الروج هنا كان يتعمر شو وين مساكنين الناس جوني اروح شو عندي هنايا كانه سجن شوف من الله يسترنا شغل حبس يا حق ربي غير تقول حبس هذه شغل صاله والله غير صاله نو صاله والله غير صاله يا المهم الدار هذه تمشى ماين وحد تمشى وقف تسمى هكا اسمع هذه يا اخي هذه هكا مشي هكذا وصاي صاحبي هذه معاناة حسيت بينا شويه والله حسيت المهم الحمد لله يا خويا اللي 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 سمعتونا المهم كاين حاجه المهم كاين الناس سمعونا جيتونا لازم الناس تشوف هذه لازم الناس تشوفها لازم تجي تشوف تسمع ما تعملش لازم تشوف اكتشوف كيفاش انا نمشيو صاحبي واش تقدر تهضر لي نحضركم الله يحفظكم تجيو تشفتونا وان شاء الله صوتنا يوصل للجزائريين كامل اللي يسمعوا بينا وشوفوا واش رانا حاسين كيفاش رانا عايشين انا حاجه اللي نقولها ما تجيتيه تخيل خويا المشاهد ملي يطلع النهار وانت عايش تمشى هكذا في دار هكايا ما تهنيشات صوتي هي مسكينه شوف شنو يتمشى ثاني ها هو طويل كيما انا هاو يتبع فيا ثاني بالصوت مسكينه ويتمشى هكا ها قاعده تمشى هذه دار تتمشاو هكذا واش قلت لك والدينا كبروا احنا كنا صغار كي كانوا يضربوا علينا باش ندوا سكنه دوك احنا كبرنا ورانا نضربوا على ولادنا باش يدوا سكنه هما سفره وحنا سفرينا ماناش حابين يزيدوا ولادنا يطلعوا يزيدوا يسفريو باش يزيدوا كما يقول لك يزيدوا يحوسوا سكنه لولادهم شغل تبقى حكايه تاع جدود بلا ما كان حتى ريزلت كارثه هكذا كارثه بالك انا نقول اني لاباس بصح جاري راهو كراف جاري بالك يقول راهو لاباس بصح جارو راهو كراف ما واحد يصبر واحد يعني انتم المشكل كنتوا صغار لقيتو ماليكم يتجاراو دوكا كبرتوا دوكا الهم تاع ماليكم ديتوهم انتم ودوكا راكم خايفين الهم تاع يرفدوهم ولادكم باسكو انا دوكا زاد عندي طفل راني حسيت شو معناتها ما تكونش عندك دار راني حسيت شو معناتها يكون عندك استوديو تاع بيت وكوزينه وتريح فيه انا كي كنت مع بابا مع الشيخ كنت على اسكت طفل صغير لا ريسبونسابيليتي لهم يحزنون بصح دوكا كبرت ملي تزوجت عندي طفل عندي دوكا استوديو مع وليدي
يعني دوكا كحت همبر كيما كان يهمبر بابا. دركاني راح نبقى نجري حكاية دايرة بلدية. وراك خايف وليدك هذا يكبر ويهمبر كيما نتايا؟ بديت نخاف، بدا الخوف، ماشي راني خايف، بدا الخوف. نتمنى ان شاء الله يروح كلش ان شاء الله. ان شاء الله. اما هنا في دار هذه الاستاذة تبارك الله مربية اجيال، هنا راح ينتهي الكلام كيما قالت. هاي وليس هذا هو المطبخ، وهذا مدام نقولكم اكرمكم الله، وهذه هي الفل داخل. شوف المشكلة نعاني منه التفريغ، شوف رانا نفرغو، شو التفريغ الماء هذا كاع يروح تما، سواء الشتاء أو ماء الأمطار أو ماء ال لما كمل، راني نسحن كله، نحشم نقول بأني عايشة في الجزائر المستقلة 62. شوف وجا السلطات البلدية شافت لا دايرة كيف كيف نفس الشيء، شافوا كامل يعرفوا هذا الشكاو وجراو معانا، لكن ما كان حتى نتيجة. شوف تقول لك وكي ترقدي هكا مدام، ما عندي جبنات مقربي مرضو مرض واحدة أزماتيك الجامعية. المهم أنا الحاجة اللي نقولها للناس اللي راي تشوف فيها، قسما لكم عظما ما تقدروا تقعدوا هنا داخل غير خمس دقائق مع الريحة الكريهة. ما الاستقبال من جهة من جهة البلدية والاستقبال من جهة الدائرة كاينة، ما نكذبوش على الناس، استقبلونا وهضروا معنا صبرونا. واش نسحقوا نسحقوا؟ انا ساكن من 96، انا سكنت دراري هنايا، عندي ثلاث اولاد، وليت كيما قلت لنا حسينا لها حتى كبرنا باش حسينا لها، حنا كنا صغار ما حسينا لها بصح كي كبرنا دوكا. هنا دير في بالك بلي هنا دراري قاعد يزازماتيك كاع امراض، عندك السمانه هذيك يعني راك مليح لما روحش طبيب، كاين داكي دراري لا فوس كي تفتحها عرب اللي تروح للطبيب يا سوفرونس كبيرة. المشكل اللي سيكلي الويقتاش فضلي يما تاكلي ديما من 25 سنة بلاك سيدة والله ما شفت، ما قدرش نطلع الدروج، ما جابوه ليش قاعد هنا ما شفتوش، ما قلت الدروج ما قدرتش نشوف والله ما شفت، قرا قلبي محرق عليه باش نشوف، نقول لك راني في المزرعة. سما ما الدروج تاع هاد البلايص هادو ما قدرتيش؟ ما قدرتش نطلع نشوف، الشيخ خلاص طحت، الشيخ هذا طاح كاع ما قدرتش قاعد نوض، وانا ولا قرني درك عيني مصنين. ربي يرحمه ويوسع عليه. هذي باش نقول لك كان عندي دروج ونقدر نطلع نشوف وليدي، ما يقدرش ما يبقاش قلبي محروق عليه، حطوه الفوق والله ما شفتو. مالي شيء ما احنا نجينا نصورناكم يحفظكم ان شاء الله، نتمنى ويعليك يحلي كلامكم ويعلي عليكم ان شاء الله. امين ان شاء الله. هذا ما امين. هذا ما كان ليدي، راني شفتك راني شبهت وليك والله، شبه نشوف كل التلفزيون اللي هنا بالعالي.